من ألمانيا نروح لفرنسا. نروح لفرنسا عشان نشوف ارتفاع في الحصيلة الإجمالية للوفيات اللي وصلت بكل أسف ل 22 ألف حالة وفاة و614 بسبب فيروس كورونا، وده بعد ما سجلت كمان فرنسا 369 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة. وبالنسبة لعدد المصابين في أقسام الإنعاش فالرقم فيه تراجع مستمر من 17 يوم. يعني لتفاصيل أكتر إحنا بينضم إلينا الأستاذ خالد شقير زميلنا ومراسل إكسترا نيوز من فرنسا عشان نتعرف معاه على تفاصيل أكتر. أستاذ خالد صباح الخير على حضرتك. طبعا خير زميلتي العزيزه اسماء، وتحياتي ليكي ولكل العاملين في اكسترا نيوز ولكل المشاهدين. اهلا بيك وبشكرك على وجودك معانا. وخليني ابدا مع حضرتك من يعني خلينا نقول الاخبار يعني الجيده الى حد ما، وهي انخفاض في اعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا، المصابين اللي بيحتاجوا تدخل يعني او ان هم يكونوا في الرعايه المركزه او يحتاجوا الى اجهزه التنفس الصناعي. يعني اعتقد ان هذا يعني هذا اذا كان خبر كويس هو هذا الخبر اللي انخفض على فكره من 7000 في بدايه الازمه الى 4000 وشويه. يعني هو المساحه الدوله زي فرنسا وهي خامس او سادس دوله في العالم وما عندهاش غير 5000 مكان في غرف عنايه مركزه خلاها شويه في بدايه الازمه يعني يحصل هزه كبيره جدا ليها، لان طبعا سياسه الحكومه الفرنسيه كانت في الفتره الاخيره اسماء طبعا انت عارفه وشايفه كانت في مظاهرات وكانوا بيحاولوا ان هم يستخدموا سياسه التقشف الاقتصاديه، فهذه السياسه اعتقد جعلت فرنسا في موقف صعب للغايه، لم تكن الحكومه الفرنسيه في حاله او في جاهزيه لهذا الوباء للاسف الشديد، ولهذا لقينا هناك بعض من التصريحات يعني شويه ضد منظمه الصحه العالميه، وان ان ان انهم يعني انهم تم خداعهم، وان الصين ايضا حاولت ان يعني لا تظهر الحقيقه، وكانت هناك ازمه ومشاده ما بين حتى فرنسا وبين الصين، ومما دعا الامر على ان فرنسا تستدعي السفير الصيني في باريس على اثر انتقاده لبعض اسلوب فرنسا والاتحاد الاوروبي في مواجهه هذا الوباء. واعتقد ان نرجع للعدد ان وجود اعداد اقل في المستشفيات او في غرف العنايه المشدده او المركزه جعل هناك ارتياحيه نوعا ما، لان كانت الجيش دخل وبداوا يعملوا مستشفيات ميدانيه في الوازو وفي منطقه ليل بالطبع. طب استاذ خالد ماذا عن يعني الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، واحنا عارفين انه كان في هناك فرض لغرامات لعقوبات على يعني فترات الحجر الصحي او حظر التجوال، هل ما زالت حتى الان يعني سوف تستمر الحكومه الفرنسيه في هذه الاجراءات؟ طبعا شوفي اسماء، هو يعني في البدايه كان الحجر الصحي طبعا هو السلاح الوحيد لمواجهه هذا الوباء، ودعا الرئيس الفرنسي في خطابه موجه خطابه للفرنسيين باننا في حاله حرب، لم يكن الفرنسيين امامهم اسلحه يحاربوا بها غير هو سلاح واحد فقط وهو سلاح الحجر الصحي، ولكن منذ انخفاض الحال يعني الاعداد وكما اشار به في السابق كان هناك الفرد الواحد ممكن ان يعد ثلاثه او اربعه او خمسه، دلوقتي الفرد ممكن يعني فرد او اقل من الفرد كمان، فطبعا اصبح هناك ارتياحيه. دلوقتي فرنسا كسبت وقت وبداوا على السيناريو الثاني، هو السيناريو الثاني وهو البقاء في المنازل حتى 11 من مايو، ثم في 12 مايو هيبدا الفرنسيين مره اخرى في الرجوع الى عملهم. طب يعني وعوده المدارس ويعني او عوده الدراسه يعني تبقى للتصريحات الاخيره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والحقيقه ده كان بيثير تساؤلات يعني زي انه ممكن تعود الدراسه مره اخرى او يعني حتى مش بشكل تدريجي، ولكن كانت التصريحات بتؤكد انه ربما من مايو يعني المقبل تعود الدراسه مره اخرى يعني في ظل هذه الاعداد ايضا. يعني صحيح، يعني هو يعني ليس امامهم خيار اسماء، يعني السيناريوين كلاهما مر، فرنسا تخسر 120 مليار يورو
فالحل هو العوده الى العمل، وعشان نرجع الناس الى العمل لازم العوده الى المدارس، والعوده للمدارس يجب طبعا عدم اللعب بالنار، عشان كده حتى الرئيس ماكرون بعد ما صرح ان من يوم 11 العوده الى المدارس قال 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 ايه؟ ان احنا هنخلي العوده اختياري، بمعنى ان ممكن النهارده اسره ترفض ان اولادها يروحوا لانها عندها ثقه في الاجراءات الاحترازيه. ايه هي بقى الاجراءات الاحترازيه اسماء؟ اللي هي طبعا التباعد الاجتماعي، يعني متر. فاذا اذا كان هناك تخوف من اولياء الامور فعليهم انه ولادهم يلتزموا بالمنازل. يعني هو طبعا هو دلوقتي لا يريد ان يتحمل المسؤوليه السياسيه والاخلاقيه، لان الدوله الفرنسيه الان بتحاول او كسبت الوقت لتوفير بقى الادوات. ايه هي الادوات؟ اللي هي الكمامات اللي لم تكن متوافره. الان سيكون هناك كمامات متوافره في وسائل المواصلات المختلفة، وبالنسبة لوسائل المواصلات المختلفة أيضا ليس كل وسائل المواصلات المختلفة سترجع بنفس القوة، يعني 70% مثلا من وسائل النقل العام هم فقط من سيرجعون إلى أعمالهم، وهذا سيسبب نوع من أنواع يعني التكدس، مشكلة طبعا كبيرة جدا، لدرجة أن هم بدأوا يقولوا للناس روحوا أعمالكم بالدراجات أو روحوا أعمالكم طيرا على الأقدام أو باستخدام سياراتكم الخاصة، ولكن لابد من وضع الكمامات والحفاظ على هذا التباعد. اذا لانقاذ الاقتصاد هناك الجوله الثانيه من الحرب. يعني استاذ خالد خلينا اقول مع حضرتك انه يعني احنا بنتابع هذه الاجراءات او ما يحدث في دول اوروبا بشكل عام، لا اتحدث عن يعني فرنسا على وجه التحديد، ولكن احنا بنتابع انه كل الدول اللي خدت اجراءات يعني اكثر تشددا فيما يتعلق بها الاجراءات الوقائيه والاحترازيه يعني تعيد يعني او تعيد تنظيم الامور مره اخرى حتى تستعيد الاقتصاد الذي انهار. يعني ولا تستطيع مجابهه هذا الامر او الاستمرار يعني بهذا النحو او الاستمراريه فيه بشكل كبير. الحقيقه يعني هو المشكله كلها دلوقتي اصبح اقتصاد رؤساء الحكومات امام مشكله كبيره جدا، وهي كيف يمكن لها ان يعني تتعامل مع المرض بالجوله الثانيه. الاول كنا بنستخبى منه يعني عايش في البيوت، لكن دلوقتي علينا ان نتعايش مع المرض. المواجهه تعايش مع المرض، وهو بكل صراحه وعدم الحديث في كمامات دلوقتي مصنوعه من القماش بيتم طرحها في الاسواق هتكون بخمسة يورو على فكره، غير الكمامات اللي بيتم توفيرها طبعا المناطق، لان هنا في فرنسا في منطقه شمال فرنسا وجنوب فرنسا جنوب شرق الوسط، المناطق دي هتوفر الكمامات الطبيه للعاملين في الطب. مثلا انا بكلمك منطقه بروفانس الب كوت دازير او منطقه جنوب شرق فرنسا منطقه رجون باكا دي جاي لها 5 مليون، عارفه 5 مليون فيهم 35 عفوا 50 500 مليون فيهم 350 مليون رايحين للقطاع الصحي، و 50 مليون للشرطه، وال 100 مليون للسكان. والسكان هم كام؟ السكان 200 مليون 200 الف عفوا 200 الف في المنطقه. فاصبحت يعني هناك مشكله كبيره جدا في موضوع توزيع الكمامات، ولهذا جعلوا بعض من الشركات يقومون باستثمار بيع هذه الكمامات. الكمامه اللي هو 5 يورو تقريبا المتوسط بتاعها ممكن استخدامها لمده 20 مره، يتم غسلها في باسلوب او باخر. اذا التعايش مع المرض هو الحل الوحيد لعوده الحياه الى يعني او العمال او المصانع الى العمل مره اخرى. هناك مشاكل كبيره جدا طبعا. هل سينجح الفرنسيين اثناء في التعامل مع المرض كما نجحوا في البقاء الحقيقه في المنازل، وهذا يعني كان له اثر ايجابي جدا وانخفاض عدد المتواجدين في الاسره وعدد الداخلين الى المئات، يعني هنشوف عموما استاذ خالد وهنتابع مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. يعني هل هينجح إن شاء الله؟ يعني نتمنى الفرنسيون في هذه التجربة. شكرا لزميلنا الأستاذ خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من فرنسا. يعني تعالوا بقى نبص كده سريع باللي احنا بنشوفه، روسيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كافة الدول الآن كل الدول. تعالوا بقى نرجع، يعني أنا مش يعني مش بقارن بس الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل هذه الدول اخذت لم تواجه فيروس كورونا وقال لك نوقف عجله الانتاج وهنعبى و...
وما إلى ذلك.